انا قررت اطرد ناصر من البيت، هشوف هيختار جده ولا هيختار بابا. يلا نشوف. قبل ما نبدا حابب اقول لكم ان احنا خلاص هنتم ال 500 الف النهارده، هنتم النص مليون. فانا عامل مفاجاه ليكم، اول 5 كومنتات هيبقى عليهم يعني عدد لايكات كبير هيكسبوا معايا هديه محترمه، وهنهي المسابقه دي بعد 3 ايام بالظبط. يعني بعد 3 ايام هشوف مين الكومنت اللي عليه اكتر لايكات وهيكسب هديه معانا. بس هكسب 5، اول 5 كومنتات عليهم لايكات، وهسيب لكم قناه ناصر في اول كومنت عشان تعملوا ناصر اشتراك بسرعه، عشان دي اللي عليها مقالب بتاعت ناصر كلها. يلا نبدا معانا، كله يلا يكتب كومنت عشان ايه، وحاولوا يعني تعملوا كومنت حلو عشان ايه اللايكات تيجي عليه بسرعه. اول 5 كومنتات هيكسبوا، قولهم جاهزين؟ جاهزين جاهزين. وما تنسوش تعملوا لناصر اشتراك في اول كومنت. يلا يا ناصر. ناصر هتقعد معايا ولا هتروح فين؟ هتمشي تحت جده؟ تعالوا معايا. تعالوا معايا فين؟ ما انا قلت لهم تعالوا معايا. تعالوا معايا. طب هتروح فين؟ طب قول، اعمل كانك عايز تقعد معايا. هتروح فين؟ هتمشي باي؟ هتمشي باي وتسيبني؟ ناصر ده ماشي بقى. تعالى كده اما اوريكم اهو. والله راح جاب المفاتيح اهو. شفت الطفل الندل بتعمل ايه يا ناصر؟ هتسيب بابا؟ ناصر هتسيب بابا وتمشي؟ انا زعلان منك يا ناصر. طب سرح شعرك الاول، سرح شعرك الاول بالفرشة. هتروح فين؟ اجي معايا عبد الله. اجي معاك فين ما بعد ايه بقى ما انت سبتني ومشيت؟ اجي معايا. هتروح فين؟ معايا. هتروح فين؟ طيب هاجي معاك فين؟ هتروح فين؟ صح يا ناصر. اقفل يلا الباب يا حاج. لا يا ناصر لا اقفل. يا نهار ابيض على رد فعل السريع ده، ولا اي اندهاش. تعالى مش كل مره تعمل. خد يا ناصر تعالى يا حبيبي، تعالى اوديك 100 جنيه. طب تعالى اوديك 200، تعالى اوديك 500 جنيه. طب بص هقول، طب اسمعني، طب افهمني وربنا انت طفل نوتي ناصر. بس اسكت، مش هتقفل مش هتقفل، اسكت مش هتقفل. يا عبد الله امشي يا عم، شوف انت رايح فين. يلا مش هفتح لك تاني. وطبعا حاولت اجيب لناصر الصباره عشان ادخله من، يعني دخلته من بره. بص واقسم بالله عمال يجري مني على البتاع فوق على السلام. فانا ناصر مش هتحب بابا؟ بحب بابا. وهتقعد معايا؟ تقعد مع بابا. بص جبت لك الصباره اهو عشان تقعد معايا. الصباره اللي انت خرمت عينيها، ما عادش عندها عينين هي جا. طبعا انتوا عارفين من الفيديو اللي فات، بص عمل ايه في الصباره، خلاها مش باين لها ملامح. تقعد مع بابا. الله مش قلت لكم حنين؟ اقسم بالله. انت حبيبي يا ناصر. طبعا ناصر ما يقصدش ان هو يحط رجله في وشكم، بس الكاميرا يعني فسامحونا يعني معلش، لا كده عشان الناس. يلا بالله عليكم ده يرضي مين؟ يعني جبت له الصبارة عشان يقعد معايا، واخد الصبارة وهيمشي. اعمل فيك ايه يا ناصر؟ عايز ايه؟ عايز تعال افتح لك، تعال افتح لك. مش هفتح لك يا ناصر، انت نوتي. مش عارف ايه الطفل ده والله. يعني جايب لك الصبارة عشان تقعد ساكت، تقوم واخدها وماشي؟ بتلم اشيائك وهتمشي؟ يا ساتر.